هذا ويبذل الأبطال والصفوف الأمامية جهودا إنسانية عظيمة ويواجهون تحديات كبيرة على الصعد كافة بهدف التصدي لجائحة فيروس كورونا، مضحين بأغلى ما يملكون من أجل الوطن وسلامة كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين. معاناة مهنية واجتماعية ونفسية يواجهها أبطال الصفوف الأمامية الذين يواصلون الليل بالنهار تحت ضغط نفسي وتحدي كبير، بعيدين كل البعد عن أسرهم وأبنائهم فلذات أكبادهم، لا يستطيعون أن يؤدوا واجبهم أمام أبنائهم وآبائهم، لا يستطيعون أن يفرحوا بأبسط مباهج الحياة، وذلك لما يشغلهم عن ذلك، ففرحتهم أصبحت بزيادة نسبة المتعافين وانخفاض نسبة المصابين، وإذا ما جئت لتحدثهم عن أمرهم أجابوا: الوطن. نعم، فهذه إجابتهم في كل وقت وحين، مضحين بكل غال ونفيس لأجل الوطن دون أن ينتظروا منا شكرا أو تصفيقا. لذة خدمة الوطن ما بعدها لذة، يستشعرها من أحب بلاده بكل إخلاص، ولأن إحنا نحب هاي الوطن ما نرضى لنقدم أفضل شيء لرفعته وازدهاره، نحب من عليه ونحب بلدنا، وكل شيء نقوم فيه من أي تضحيات أو جهد كله قليل في حقه. مر علينا رمضان والناس في بيوتهم مع أهاليهم يفطرون، إحنا ما كنا نقدر نحصل هاي الفرصة. يوم واحد نسقت مع الفريق في أرض المعارض أني بفطر مع زوجي وبناتي، يعني أجي واجباتي، وصلت البيت ما صارت ساعة اتصلوا فيني، كان في أعداد كبيرة وصلت المعارض احتاجوا مساندة، أبدا ما ترددت، رجعت بدون ما أفطر. في طريقي قالني حادث، الحادث كان كبير بدون مبالغة، كنسلت السيارة، كان في ألم جسدي، في ألم نفسي، طبعا ما كان يهمني شيء، كانت همي هموم الناس محتاجين أساعدهم، هاي الوقت اللي تحتاجنا البحرين. رجعت بالألم إلى مركز المعارض، قلقي على كل فرد ممكن أساعده وتأخرت عليه. أسوأ شيء على المحمل الشخصي أن سنة وشوي الحين ما أقدر أن ألم أمي، وهي كلش متأثرة بالموضوع، أن أنت ليش ما تيين، ليش ما قاعدين، كله قاعدة بعيد، شنو هاي ماسك، فيعني الوضع نفسه تحسين ان انت مقصره في حقهم، بس في نفس الوقت ان عشان مصلحتهم. اذكر يوم الام بنتي صارت بوزيتيف، فكان بعد صدمه ان مع كل اللي احنا قاعدين نسويه هاي الخطر اللي موجود تبينا البيت، تبينا حق أعز شخص عندك. ملائكة الرحمة، أقل ما يمكننا أن ندعوهم به، فهم بحبهم وإيمانهم ومشاعرهم التي لا تجاريها مشاعر، مشاعر الحب والولاء، الإخلاص والتفاني، الشعور بالإنسانية، باذلين كل ما يملكون ليترجمونها إلى واقع. ملائكة الرحمة أثبتوا اليوم لكل فرد يعيش على الأرض أن البحرين بأبنائها قريبة جدا من التخلص من هذه الجائحة بفضل الله، ثم عملهم العظيم الذي أوقظ الحس الإنساني لدى كل من غفت نفسه عنه.